بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو لله الواحد.
فقالوا ساحر
ومن يضلل الله فما
ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
وقال الذين في النار
وما يستوي الأعمى والبصير
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين.
فإذا جاء أمر الله قضي به
خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في خسر هنالك الْمُبْطِلُونَ.